أهلا بكم أعزائي الأطفال مستوى الأول الآن لننتقل إلى مادة الرياضيات لنقرأ معا هذه الأرقام إذا لدينا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أعيد قراءة هذه الأرقام بالترتيب لوحدكم اتفقنا أطفالي؟ لننتقل الآن إلى تمرين لنرى من يستطيع أن يقوم به لوحده لدينا هنا أصابع في الجهة اليمنى وأعداد في الجهة اليسرى أحسب عدد الأصابع ثم ألون الفراشات أو المهم الحيوان المناسب السؤال الأول أو التمرين الأول لدي رقم أربعة أحسب أربعة فراشات ثم ألون مفهوم أعزائي أتمم التمرين لوحدكم التمرين الثاني أكتب لدي هنا مجموعة من الأرقام أكتبها وحدي في لوحة في لوحتي ثم في دفتري، اتفقنا أعزائي؟ ننتقل إلى التمرين الموالي، لدي هنا في الجهة اليمنى مجموعة من الأعداد، والجهة اليسرى لدي مجموعة من الفواكه أو الخضر. أحسب هذه الفواكه أو الخضر وأصل بسهم بأصبعي إلى العدد المناسب مثلا التمرين الأول لدي موز أحسب عدد الموز واحد اثنان لدي موزتان إن اثنان أبحث عن رقم اثنان وأصل السهم إليه بأصبعي جيد ستقومون بالتمرين لوحدكم أيضا فهم أعزائي ننتقل الى التمرين الثاني لدي الجهة اليمنى فيها فيها مجموعة من الهلالات والمجموعة الثانية لدي مجموعة من النجوم احسب كل مجموعة كم فيها واكتبه اتفقنا اعزائي قوموا بالتمرين لوحدكم